قداس في الام تي في لراحة نفس عضو مجلس إدارتها الشيخ خليل نامي الخازن بحضور عائلته ومحبيه. الخسارة طبعا الام تي في كانت كتير كبيرة، ولكن الخسارة على لبنان كانت أكبر. بزعل بتعب بسأل شو في خلف البحر الأزرق، وين بيختفي المسافر لما على عيني بيرحل. هنا في الام تي في التي احبته وافتقدته وتفتقده مع مطلع كل نهار، ودعه زملاؤه واعز الناس الى قلبه، هو الذي اعطاهم بلا حساب وامضى معهم اكثر من نصف عمره، فاقاموا له قداسا عن راحه نفسه وسالوا الله ان يسكنه في جواره. صحيح ان الشيخ خليل نامي الخازن سافر الى الابد وغابت شمسه عن محبيه، لكن الاكيد انه سيشرق في مكان اخر. خليل هو القلب، هيدا اللي بحب اني اقول، خليل هو قلب، قلب بكل معنى الكلمه، محب لطيف، هالوجه هيدا مهم جدا. ناحيه تانية هيك شوفوا كمان ببعد العائله، هالصمت اللي عنده اياه، هالصعوبات، هالصليب اللي حمله، لكن حمله برجاء وببطوله. لم يتكلم كثيرا بهذا الموضوع بس كان حامل. الفراغ الذي تركه الشيخ خليل في الام تي في انعكس حزنا عميقا ظهر جليا في قلوب وعلى ألسنة من أحبوه. نطلب منك أنه ما تخليه يخاف من السفر بقى، تيضل يزورنا ويزرع بقلوبنا الفرح والأمل وروح التحدي. سعدت أكثر من طاقتك، وسيت وقت كنت بحاجة لميني ويسيك، حبيت فراغ الغير وقت أنت كان فراغك قاتل. بس في شغلة يمكن ما عرفها، أنه كتير صعب علينا نحن نكون هون وهو ما يكون معنا. دعينا لإلك إنك تحضنه بروحك الأبوية وتجزيه بالخير على أعماله. يلي منطلبه منك يا يسوع هو إنك بعد ما فصلت خليل عنا بالجسد تمنحنا الوعي لنحافظ على ذكراه. ساعدنا تنستبدل دموع حرقت قلوبنا بشموع ضوية. جسدك في أعماق البحر إلى حين، لكن طيفك حاضر بيننا في كل حين، في كل أرجاء الام تي في بيتك الثاني.